عمر على العكس يقول: أيهم أفضل في يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة على النبي عليه السلام أم قراءة القرآن؟ الحقيقة هنا قاعدة كلية معناها، وإن اختلف العلماء في ألفاظها، أنه لا تفاضل مطلقا بين الأعمال، يعني يكون هذا العمل هو أفضل من هذا العمل من كل وجه، يعني بإطلاق هذا لا يوجد. حتى مثلا بين الصلاة وبين مثلا الصوم، وهو رتبته متأخرة في الشريعة عن الصلاة، وإنما يكون هذا بتأثير الأحوال المجاورة وبالانتفاع وبدرجة الوجوب إن كان واجب ودرجة الاستحباب والتأكيد إلى آخره. فهنا لا تعارض الحقيقة، لا أريد أن ندخل في افتراضات لا يمكن أن توجد. فيمكن أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، ويمكن وتقرأ مع ذلك القرآن، لكن لو تصورنا هذه الأشياء النادرة، أنه لا يكون إلا أن يقرأ آية من كتاب الله أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له مجال. هذا وقعت لك هذه يا شيخ ياسر؟ لم تقع، الوقت واسع للجميع، ولا أظن أحد من المشاهدين يقول بأنها وقعت لي، وقت ضيق، لما الإنسان يخشى الموت ولا يخشى كذا ولا هذا لا يكاد يقع. فلا نتكلف في الأسئلة، اقرأ القرآن يا أخي، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة عليه، وادعو أيضا، وأكثر من تلاوة القرآن. يعني الدعاء هو مرتبة متأخرة جدا عن التلاوة وعن الذكر، من أفضل الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فهو رتبة لا أظن العلماء يختلفون فيها، هي رتبة متأخرة عنها في يوم الجمعة، في يوم الجمعة وفي غيره. في يوم الجمعة من باب أولى، ولكنه لو دعا فهو حسن، وهذا من العبادة. صحيح.